هذا وقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق خدمة القمر الصناعي المصري للاتصالات طيبة واحد من أحد مراكز الإدارة والتحكم من خلال تقنية الفيديو كونفرنس. وأكد الرئيس السيسي أنه للمرة الأولى يكون لمصر قمر اصطناعي خاص بها للاتصالات. جاء ذلك على هامش افتتاح مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية لخدمة الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم.